السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نخلي الفيديو سلس زي ما تشوفوا دلوقتي. بس يا ريت بعد ما تشوفوا الفيديو ان انتم مش مشتركين في القناة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. البرنامج المستخدم هو برنامج كين ماستر. انك تخلي الفيديو سلس بيه يعني الفيديو يكون سلس زيادة عن اللزوم كأنك تلعب مثلا 60 فريم تمام. فانت لما بتيجي تصدر الفيديو تيجي عند علامة التنزيل هنا تلاقي مكتوب هنا معدل الاظهار 30 تمام. نصدر الفيديو مثلا ونشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. شغل الفيديو نوقف دقيقة كده. يعني زي ما انتم ملاحظين ان الفيديو مش سلس زيادة عن اللزوم تمام. مع ان بصوره مثلا من 90 فريم تمام. فاحنا هنرجع هنا نرجع مرة تاني هنيجي هنا علامة الإعدادات تمام. ندوس عليها ننزل تحت خالص إعدادات متقدمة واختبارية ندوس عليها السماح لمعدل إطار تصدير STFBS ندوس عليها فعلها يعني السماح باستيراد معدل الإطار يصل إلى 240 لقطة في الثانية حددها برضو استمر بأي حال. نرجع مرة تاني نختار الفيديو اللي هنصدره هنا نلاقي ايه معدل الاطار زايد عن 30 فريم تمام. عن 30 اطار يعني هنيجي هنا خلال 60 فريم 60 اطار هنصدر نشوف الفرق كده تمام. هندوس ونشوف الفرق اكيد الفرق ملحوظ يعني في سلاسة جامدة في الفيديو. فبس هي دي نهاية الفيديو. ياريت لو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.